المصائب لا تأتي فرادى. والعزم يبي صبر وإرادة. الحمد لله. الحمد لله. إيه. عندك رب. الحمد لله. واللي يشكر الله يجيه الخير بزيادة. للاشتراك في الخدمة ونسخ النغمة اضغط على مفتاح النجمة مرتين. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سيد عاصم نهارك مبارك. مرحبا، كيف الحال؟ شو الحال باهي؟ احنا قريب نوصلوا مدينة زلطرة. لكن والله انا صار لي صور وطلعت والله تو. وين طلعت؟ تو انا في صبراتة في جهة الاطار بالضبط. باهي تو انت في صبراتة؟ بالتحديد جهة الفتحة اللي بدخل الأطار. باي وين ماشي انت؟ مولي لزلطن ولا بتقعد غادي ولا كيف؟ لا انا والله صار لي شوي شغل هيك عائلي، فهذا علاش طلعت يعني. باي نقدر نجوك احنا في المكان اللي انت فيه؟ خليك انت في المكان اللي انت فيه، احنا نجوك نولو لك. باي ان شاء الله نستناك. وهذه ايوه قلت لك يا عاصم، السيارة شو لونها انت عندكم؟ انت رصاصية؟ اوكي تمام، هي اللي بعد السيارة الثانية درس عليها، هو هي سيارتهم لحظة. تمام درس 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 تمام تمام. اصبطك لحظة بس، اهو انا قدامك يا عاصم اهو. السلام عليكم. نهارك مبارك سيد عاصم. شنهارك؟ شنهار صحتك؟ شو الاخبار؟ سمحنا عطلناك اليوم. والله عطلتوني بصراحه. والله احنا وصلنا زلطرة وانت قلت لنا تو اني في جيت سرمان، لان الموعد كان الساعه 1. والله الطريق زحمه، الطريق زحمه، ولكن احنا تو الساعه 4 معناها عصر. سامحنا سامحنا. والراجل هو رفعني لخدمه معاه، طلعت بصراحه. سامحنا. لا بالله عليك سامحنا. ما قدرت والله. سامحنا. احنا رانا وصلنا زلطن واللي عطلنا زحمه الطريق. الله غالب والله، حتى انا طلعت للخدمه. لا باذن الله سامحنا. لا ما اعرف الظروف. لا ان شاء الله ربي يحفظك ان شاء الله. ربي يحفظك ان شاء الله. لكن انا ما اعرفش برنامجكم، اللي حسب اللي هو التليفون اللي جاني، مره يقول لي جمعيه، مره يقول لي تلفزيون، مره يقول لي فهمت بالضبط شنو البرنامج. انت شن تبي؟ ها انت شن تبي؟ تبي كل الخير ان شاء الله. لكن... اسمعني غير اسمعني، احنا طبعا زي جمعيه زي البرنامج التلفزيوني، احنا في ناس شكروا لي عاصم، قالوا لي عاصم رجل صبور ورجل يكافح، واحنا نبوا نديروا عليك يعني تقرير صحفي، تقرير تلفزيوني، معنا كاميرات يعني، نبوا نصوروا مع عاصم، نبوا نعرفوا رحله مشاق عاصم. قالوا لي تعرضت لهلبة صدمات، لو ما فيش مانع نبوا نصوروا معاك لمدة تكي ربع ساعة في الساعة، ونستأذنوا من الراجل يعني اللي رافعك للشغل، وبعدين نحن نرفعك لمكان عملك. شو رأيك؟ عادي ما فيش مشكلة. ما فيش مشكلة عادي. وحنا نرفعك لمكان عملك بعدين. هذا الراجل يقول له خلاص توقفت ونرفعك مكان. إن شاء الله. تمام تمام. هاي مرة تنكلم الشباب خلاص، مرة كلم الراجل يقول لهم شو الله. تمام. سمحنا بالله يا عاصم، اليوم احنا اليوم عطلناك طبعا. هو اصلا النهار اليوم راح. ان شاء الله ربي يعوض خير. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. عاصم نبيك تحكي لي عاصم اكثر. باهي انا عاصم نعرفك انك انت من سكان زلطن، وكنت من سكان طرابلس طريق المطار، ولكن تو رجعت لزلطن اللي هي مدينتك. بالضبط. احكي لنا شنو اللي خلى عاصم يرجع لزلطن ويسيب طريق المطار؟ والله نقول لك على حاجه، اللي خلى عاصم يرجع لزلطن ويسيب طريق المطار طبعا هي الظروف أجبرتني لين نرجع لزلطن. أول حاجة الحرب دمرت المكان اللي أنا كنت قاعد فيه. وين كنت ساكن؟ كنت ساكن في صلاح الدين. باي دمر نهائي يعني، طاح كله وانحرقت جميع المقتنيات اللي داخل البيت. باي طبعا طلعنا لما خليتها الحوش تمام. لما طلعت خليت حوشك تمام؟ خليت الحوش تمام. كويس. بعدين متجوز عاصم؟ ايه متجوز. ايه متجوز. وعندي بنت. باهي ربي يحفظهولك ان شاء الله ان شاء الله. طبعا لما رجعنا نشوف في البيت، لقينا البيت منتهي منتهي
ما يعني منتهي على الأرض. تأثرت المدام بالموقف، فمنها أكل من الساعة هذيك وهي في وضع يعني انهيار، يعني في وضع الصحي معش تمام، يعني تأثرت على حوشها، تأثرت على الحوش وتأثرت على الحاجات نتاعها اللي في الحوش، يعني مربي قداش بنيتو بالضبط. خلاص بعد قعدت لمدة 3 شهور وهي تعاني من وعكة صحية، جي عليها السكر، يعني كل نتيجة لما طاح شافت المشهد باي. خلاص قعدت 3 شهور وبعدين توفت من الموقف اللي شافته، يعني ماش قعدت حتى حاجة، انحرق بما فيه الحوش. خلاص هي لما شافت الموقف قلت لك انحرقت عليه، خلاص قعدت خشت في سكر وغسيل كلاوي ويعني امور صحيه مش عاديه. ممكن بعد ما توفت المدام طبعا رجعت لي زبطن، وبنتي قعدت في حوش حناها، لان انا في حوش بوي ساكن في المربوعه في حوش بوي، فما يعني قديش عمرها بنيه؟ عمرها 8 سنين. ان شاء الله ربي يحفظه. ان شاء الله ربي يحفظه. عمرها 8 سنين طبعا، حتى بحكم الدراسه وكل شيء قعدت غادي في حوش حناها، لكن نقعد مثلا بالأربع شهور 5 شهور 3 شهور باش نشوفها، لأن حتى الظروف ما مش سامحة إني نشوفها كل أسبوع. تمام. فهمت؟ لأنه هو مرتب. وأنت وين تشتغل أصلا؟ كنت تشتغل في مصنع مكماش. فاهم؟ المصنع أنا زي ما أعرف أنت اللي صار للمصنع نهار قاعد يعطي فينا في 600 دينار استقطاعية، هي دي اللي عايشين بها، عليها سلفة 250 دينار، 200 دينار حق التاكسي. شنو هي السلفة؟ كم يخصموا منك؟ 250. باه؟ والبقية المبلغ 200 دينار حق التاكسي تاع البنت باش ترفعها من المدرسة واحدة. بنتك تدفع لها في 200 دينار تاع الباص هو. تاع الباص. باه؟ خلاص، والتانيين عايشين به بقية المبلغ. 150 دينار. كيف ندير بهم 150 دينار؟ والله نمشوا بهم كيف نمشوا. خلاص كان وقت الخدمة من برا هيك باهي، كان ما هذا طبعا هذا اللي الظروف الصحية يعني مانيش سامحة اني نخدم يعني مجهود عضلي، لان حادث وبلاتين وقصة واحد داير حادث. انت انا مداير حادث 2009 متوفي فيه اخوي واخواتي الزوز، لا حول ولا قوة. وتوفوا فيه 2009. خلاص فرجلي بلاتين وكل شيء، مجهود عضلي ما نقدرش الا حاجات خفيفه، عايشين على المرتب، والمرتب هو نص سلفه. هذه قصتي. باي عاصم شنو يشتغل توا؟ والله كان وقت حاجه خفيفه هيك، حاجه خفيفه. لا اكثر من هذا ما نقدرش، يعني مجهود عضلي وجهد ثقيل ما نقدرش. انت قديش ليك مرتاح دول؟ والله بتاع فترة هيك ما شفتهاش، لأن من ناحية المصروف ما فيش. يعني هي تبي صح؟ أه؟ يعني تبي هي تبي وهي بنت صغيرة وزي ما أنت عارف والله غلب. مادام انت بصحيحتك وتخدم واو تخدم وتكافح على خاطرها عادي ان شاء الله. والله باه وطول بنيه فما صف تقرا صف اول. هي صف اول؟ ايه قاعده مشدوده. ليه قاعده مشدوده؟ مروات طبعا. هي البنت حتى هي تعاني من وعكه صحيه، لان هي طبعا جايه في ولاده مبكره، قاعده 63 يوم في الحضانه، عندها مشكله في الاعصاب، الأعصاب، عندها مشكلة في الرجل، في الحول، يعني تبي حتى هي تبي مصروف. يعني هي فيه علاج ليها؟ والله إن شاء الله فيه علاج، لكن العلاج يبي مصروف، ومصروف إذا كان ما بدلاش على حساب المجتمع ما نقدرش عليه.
انت طرقت بيبان العلاج مشيت شوفت؟ والله طرقنا في الفترة الأولى ولكن ما فيش جدوى يعني. ما فيش استجابة. نبي البنية بعد وفاة أمها مشيني كانت؟ والله الفترة الأولى كانت عادي لكن بعدين كل مرة هيك تحس بها تتأثر بالذات في المناسبات لما تبدأ في مناسبة تحس إن هي فقدان أمها تحس تشعر بها. مرة تقعد تبكي هو تعبر على شيء في داخلها لكن مش عارف أنا شنو هو لكن تحس إن هي من ناحية أمها لأنها متعلقة بأمها قلبها. في الأعياد تمشي؟ لا في الأعياد نجيب فيها معي نجيب فيها في الأعياد عادي بصراحة. باي عاصم ما حاولش إنه يشوف أي عمل آخر خدمة في الدولة واحدة تانية هي أكي موضوع يعني قطاع خاص مش يحسن من مستواه يعني؟ والله طرقنا عدة بيبان ولكن ما فيش جدوى نهائي لأن أول حاجة الوقت الحالي توه اللي ما عنداش واسطة وما عنداش حد من يتكلم عليه صعب إنه هو يحصل خدمة وتمشي الأمور. عندك ربي؟ الحمد لله. الحمد لله. إيه. عندك ربي؟ الحمد لله. يعني عند ربي ما بإذن الله. ما الله ديما قدامه مفتوحة إن شاء الله. بإذن الله إن شاء الله. باي وعاصم توه باي شنو يعني أنت نبيك يا عاصم توه أنت زي كل أب أكيد تنوض الصبح وتفكر هالبنية هي هاي قاعدة بعيدة عليك أنت ليك فترة مش بحثهاش وزي ما أنت قلت أنا قلة الظروف. باي شنو يفكر في المستقبل عاصم مستقبل بنته شنو عندك في المستقبل؟ والله يعني توا هذيك نلقى الوقت الحالي إني نبي مكان يضمني أنا وبنتي. كان يحتويني أنا وبنتي. إن قداش هي تقعد قداش وشحناها وقداش مر نقعد بالثلاثة بالأربع أسابيع بالفترة ما نشوفهاش هلبة. يعني نفكر كيف نبي ندير مكان اللي يحتويني أنا وبنتي. إن شاء الله ربي يعافيك. اسمعني أنت راجل تخدم وتكافح من أجل لقمة العيش الحلال من أجل بنيتك وإن شاء الله ربي حيفتحها عليك. إن شاء الله. وديما يقول ربي راهو العاطي حي. بالضبط. وديما الناس تقول يا رزاق يا كريم. والرزق عليه ربي. إن شاء الله إن شاء الله. عاصم نمشي مع بعضنا نمشي مشوار. باهي نمشي لمكان مرات إن شاء الله نطرقوا فيه الباب حصلوا علاج للبنية. أنا والله إني عندي شغل وعطلتوني على الشغل. لا 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 بإذن الله حنردوك مكان شغل. والله عندي شغل بصراحة. لا 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 حنردوك مكان شغلك يا عاصم. إحنا نمشي خمسة دقايق نشوفوا إن شاء الله بالك ربي يكتب الفرج حصلوا علاج للبنية وردوك لمكان شغل. يا سيدي على خاطركم لكن والله إني عندي شغل عندي من. حنردوك لا لا حنردوك. إن شاء الله. تم. يلا نمشي تفضل. يلا نمشي. نبي عاصم شن يتمنى عاصم يعني؟ والله نتمنى نوض الصبح ونلقى بنيتي جنبي وبيت يحتويني أنا وبنتي لأن إن شاء الله يا رب العاطي حي العاطي حي وإن شاء الله ربي يلمك ببنيتك. إن شاء الله. إن شاء الله ربي يلمك ببنيتك والعاطي حي. إن شاء الله. باي عاصم نظرته للمستقبل كيف عاصم؟ والله نظرته للمستقبل عاصم انا ماذا بيا ان ندير بيت ندير اي حاجه ولكن ظروف الحياه ما عادش نقدر لا نبني لا ندير لان الحوش طاح والوضع بصراحه ما عادش نقدر ما نقدرش اني ندير بيت تو نبني بيت بصراحه والله ما نتمنى اني عندي بيت زي العالم والناس ولكن الله غالب طاح البيت وما عادش قدرت والبنت قعدت هي في مكاني وهي في مكان نتمنى لها يعني. ان شاء الله ربي يا رب ان شاء الله ربي يفرج يا رب وديما ربي راهو الرزاق والعاطي حي ما دام العاطي حي ربك يرزق
وخلي عزمك بالله قوي ان شاء الله. وانت ديما حتى انت اسعى مش والله, انا على خاطر بنتي مستعد ندير المستحيل نقشر حتى الحيط في سبيل انني سعاده بنتي وعلاج بنتي ووضع بنتي ندير المستحيل ان شاء الله ربي. ان شاء الله ربي يعطيك وترزق ويرزقك وتعالج بنيتك, وان شاء الله ربي يحفظك انت. وزي ما قلت لك انت راه رجل تكافح ورجل تخدم بالقرش الحلال, اكيد ربي حيجازيك خير ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يا رب. هذه شقة ليك انت وبنيتك يا عاصم, وزي ما نقول فيها نحن سبب لا اكثر ولا اقل في هذا الرزق. ربي جابهولك هذا رزقك, هذه شقة ان شاء الله ربي يبارك لك وان شاء الله تتهنوا فيها. الله يرحم والديك. تفضل. الله يرحم والديك. ان شاء الله ربي يبارك لك. ان شاء الله ربي يهنيك. الله يرحم والديك. بصدق ماشي مصدق. الله يرحم والديك. الله يرحم والديك. الله يبارك النور. ان شاء الله ربي يبارك لك. ان شاء الله. هذا رزقك. ان شاء الله. مصدق ان شاء الله ربي يبارك لك. الله يبارك. وهذا نصيبك. الله يبارك فيك ان شاء الله. الله يبارك فيك. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. الله يرحم والديكم. الله يرحم والديكم. وان شاء الله نتلاقوا في جبل عرفات يا رب. الجميع نتلاقوا في جبل عرفات. يا رب نتلاقوا في جبل عرفات. العاطي حي وربي يرزقك لانك انت شخص تستاهل كل خير. الحمد لله. تستاهل كل خير وربي يحفظك ان شاء الله. الحمد لله. ان شاء الله ربي يبارك لك, وزي ما قلت لك انت راجل تستاهل. بارك الله. طبعا احنا يا عاصم عندنا مفاجاه عليك. مازال يا اكثر من المفاجاه هذه هي. لا لا هذه شويه. لا لا عندنا ليك مفاجاه حتفرح بها ان شاء الله. لكن والله ما فيش مفاجأة بعد هذه يعني. لا لا في مفاجأة, وتو المفاجأة بتخش علينا. السلام عليكم. ريت المفاجأة بنتي. فكم من كربة أبكت عيونا فهونها الكريم لنا فهان, وكم من كانت سرابا أراد الله لقياها فحانت. استحشت بابا انتي. ذقنا المرارة من ظروف برغم قساوات الأيام. إن شاء الله بارك الله فيك. هي الدنيا
فيها شؤون، فإن زينتها بالصبر زان. عاصم، طبعا علاج بنيتك وعمليتها متكفلة به مستشفى المواصفات، علاجها كامل إن شاء الله، تمشي إن شاء الله من غضوة وتبدالها في علاجها ويمهدوا لها لعمليتها، وإن شاء الله ربي يشفيها ويعافيها، وإن شاء الله ربي يبارك لك فيها. وزي ما قلت لك مستشفى المواصفات متكفل بالعلاج كامل إن شاء الله. إن شاء الله والله، وتمنيت أن جوزتي تكون معي في الحدث هذا، لأن والله كانت الأمية متاعها، وإن شاء الله ربي يتقبلها برحمته يا رب. وكانت أميتها زينب أن هي تعيش اللحظة هذه، ولكن تهني وإن شاء الله ربي يتقبلك برحمته يا رب، رب يرحمها إن شاء الله. إن شاء الله ربي يرحمها ويوسع لها. إحنا نبوك توا تعطينا لدن وغدوة زي ما قلت لك تقدر تمشي تمشي للمستشفى المواصفات، وإحنا نعطينا لدن إن شاء الله. هاي بنمشي للسيارة نمشي نوري عاصم، وربي يحفظك ان شاء الله. صحيتكم وبارك الله فيكم ان شاء الله، ربي يحفظكم. صحيتكم ان شاء الله، ربي يحفظكم. انت مسكرين علينا احنا ولا ها؟ هذه سيارتنا مسكرين علينا ولا انت مين اللي مسكر علينا؟ هذا رزقك سيارتك، وبرا حولها من ورانا. هيا تيوت، هذه سيارتك، هذا رزقك، وإن شاء الله ربي يبارك لك. هيا هذه سيارتك، الله يرحم والديك، الله. هذه رزقك، وإن شاء الله ربي يبارك لك فيه. إن شاء الله. هذه سيارة خدمة. إن شاء الله. الله يرحم. هذه رزقك وسيارتك وتخدم، وهذا حواشك. الله يرحم. إن شاء الله ربي يبارك لك. الله يرحم والديك. إن شاء الله ربي يبارك لك. الله يرحم والديك. ان شاء الله ربي يبارك لك. اي تعال تفضل. اي ان شاء الله ربي يبارك لك. وان شاء الله ربي يبارك لك فيه. الله يبارك فيك. ان شاء الله ربي يبارك لك. وديك ان شاء الله. هذه سيارتك واخدم عليها، وان شاء الله ربي يبارك لك. وانت راجل تستاهل كل خير. ان شاء الله. انت راجل تستاهل كل خير يا عصوم. تستاهل كل خير. منور يا اخوي. زي ما تفهمنا. ان شاء الله منور يا اخوي. تغير الحال علي ربك مش محال. وانت يا عاصم ابتليت في حياتك هلبة، وكنت من الصابرين لعلها نهاية الأحزان. رزقك على الناطي الكريم الحي، رزقك على